السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع قوي جدا في الأبحاث العلمية، في ملايين الأبحاث العلمية. لو أنت بتدور على أي موضوع فبيبدأ يجيبه لك، وتقدر تقول له لخص لي البحث دوت أو ترجم لي البحث دوت، فتقدر أنت تعمل شات معاه، وتقدر تشوف إيه الأبحاث اللي مرتبطة بالبحث اللي أنت عايزه. فممكن تختار مثلا موضوع معين وتقول له جو، فبيجيب لك كل الأبحاث اللي مرتبطة بالموضوع دوت. اخترت مثلا بحث معين، أبدأ إن أنا أقرأه، وبيبدأ يجيب لك معلومات عنه ودي الصفحة بتاعته. فممكن تقول له إيه، أنا عايز related paper graph، فبيبدأ يجيب لك الأبحاث اللي مرتبطة، سواء هو اقتبس أو هي اقتبست منه، أو الأبحاث اللي قريبة منه. وبتبدأ تشوف النسبة اهيت، ده مثلا 20%. ممكن تقول له بيبر كيو اند كويشن اند اسئله، فبتبدا يقول لك ارفع الملف على اساس ان هو يبدا تسال ويجاوب. تمام، لو انت معاك البحث دوت، لان في ابحاث كتيره بيبقى حاطط البحث لكن لازم تدفع فلوس عشان تشتريه. تمام، فتقدر انت لو عندك اي مشروع او اي بحث او اي كتاب تقدر ترفعه وتبدا ان انت تساله الاسئله اللي انت عايزها، تقول له لخص لي البحث دوت او ترجمهولي او اديني اهم النقط اللي موجوده فيه. لو انت عايز تقتبس ممكن تقتبس بالاسلوب ده او بالاسلوب ده وتحسس تضيفه للمواقع المختصه في البحث العلمي. فهو موقع جميل جدا للابحاث العلميه، اتمنى يعجبكم ان شاء الله.